السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة هذا الموضوع، هل يجوز شرب البيرة لقصد أنها تزيل الحصى من الكلى كما يدعي بعض الناس؟ البيرة الخالية من الكحول من الرسل لا بأس بها، شرب من الشعير إذا سلمت كما يقال لنا عن البيرة الموجودة هنا أنها سليمة، إذا كانت سليمة فلا بأس، أما إذا ثبت أنها تسكر ولو كان كثيرها فإن شربها ثبت أن كثيرها يسكر أو شربها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر كثيره فقليله حرام، يقول ما أثر فرق منه لأنه كثيره كثيره حرام، فإذا ثبت أنها تسكر حرمت، وإذا في الأصل جوازها وعدم تحريمها، والتي هنا في البلد يقال إنها سليمة، فإذا كانت سليمة كما قيل ولم يجرد من أحد أنها تسكر فلا بأس، أما ما يكون في الخارج فقد بلغنا الذي تباع في الخارج مسكرة.